يا صباح النور والسرور، أهلا عبد الإله، أهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام. بعد انقطاع أو توقف دام أو قارب السنتين تعود الحلقات من جديد. في محافظة رفحة هنا أتواجد الآن في جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم، التي تستعد غدا لاستقبال طلابها في المساجد عفوا وفي الدور النسائية. ولنتعرف أكثر على آخر الاستعدادات التي قامت بها جمعية كرام، معي هنا الأستاذ نافع محسن الشمري، مدير الإدارة التعليمية في جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم. حياك الله معنا أستاذ نافع. بداية نقول لكم عودا حميدا، وما هي آخر الاستعدادات التي قمتم بها لاستقبال الطلاب في المساجد وأيضا وفي الدور النسائية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أتقدم بالشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمهم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ورعايتهم المستمرة لتعليم كتاب الله عز وجل وحفظه، لإنشاء جيل يكون صالحا ومساهما ومشاركا في بناء هذا الوطن المعطاء. أما بالنسبة للاستعدادات، فغدا إن شاء الله هو أول يوم نستقبل فيه الطلاب والطالبات في الدور والمساجد، والتي تم تهيئتها بكافة الإجراءات الاحترازية، وتم التأكيد على جميع منسوبي الجمعية من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في المساجد والدور، وضرورة أخذ جرعتين من لقاح كورونا وإبراز تطبيق توكلنا. جميل. الإجراءات أو الدراسة في الحلقات قبل الجائحة بالتأكيد أنها مختلفة عما بعد الجائحة. أنتم تكلمتم أنكم سيتم تطبيق الإجراءات الآلية أثناء الجائحة، كيف كانت آلية الدراسة؟ منذ أن أعلن عن جائحة كورونا، نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا هذا الوباء، فعلت الجمعية مقرأة كرام، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني خاص بالأجهزة الذكية، تشرف عليه إدارة الجمعية بدعم فني ذو جودة عالية، يضم نخبة متميزة من المعلمين والمعلمات، يجد فيها الطلاب والطالبات ما يساعدهم لتعليم كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتجويدا وإتقانا. والحلقات الإلكترونية أبدا لم تكن عائقا عن حفظ كتاب الله عز وجل. فبعد أسابيع قادمة بإذن الله سنحتفل بتخريج أكثر من 30 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل بإذن الله تعالى. حدثنا عن عدد الحلقات وعدد المستفيدين من هذه الحلقات والدور النسائية. نعم، عدد الحلقات خلال السنتين الماضية أثناء الجائحة 69 حلقة للبنين والبنات، فيها أكثر من 1095 طالب وطالبة، 420 طالب مقسمين على 29 حلقة، و40 حلقة نسائية فيها أكثر من 675 طالبة. ومتوقع إن شاء الله بعد الرجوع زيادة الحلقات إلى أكثر من 100 حلقة بإذن الله عز وجل. بإذن الله تعالى. إذن نشكر لكم تواجدكم معنا الأستاذ نافع محسن الشمري، مدير الإدارة التعليمية في جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة رفحة، الذي تحدث عن آخر الاستعدادات التي قامت بها جمعية كرام لاستقبال طلابها وطالباتها غدا بإذن الله تعالى. بإذن المولى. شكرا جزيلا لك عبد الله عايش.